إلى شأن آخر، يبدو أن العلاقة الروسية الإيرانية تمر بفترة خلافات حول مباحثات فيينا النووية. هي خلافات عميقة كما وصفها البرلماني الإيراني البارز محمد إسماعيل كوثري، الذي قال في مقابلة صحفية إن كلا الجانبين إيران وروسيا تبحثان عن مصالحهما بمعزل عن الطرف الآخر. الخلافات برزت بحسب كوثري حين طلبت روسيا من واشنطن بضمان خطي ينص على ألا تتأثر مصالح موسكو لدى طهران وفقا للاتفاق النووي على أثر العقوبات التي فرضت على الروس مؤخرا. في هذا الطلب تحديدا رأت تيارات مختلفة في إيران أن روسيا باتت العقبة الوحيدة أمام بلادهم في المفاوضات، وتحولت من شريك إلى طرف يضرب المصالح الإيرانية بحسب البرلماني الإيراني دائما. ليس هذا فقط، بل هناك أصوات إيرانية أيضا نادت بالتفاوض المباشر بين واشنطن وطهران على خلفية الموقف الروسي، وهو ما يطرح تساؤلا، هل باتت هناك دعوات إيرانية للتخلي عن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا؟ النائب كوثري وهو قائد سابق في الحرس الثوري أضاف أن روسيا تسعى دائما وراء مصالحها الخاصة، وأن إيران لن تتنازل عن مصالحها في الوقت ذاته. تلك المواقف بدت بشكل أوضح باستعراض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للموقف الروسي في مقابلة مع نظيره الصيني، حيث قال عبد اللهيان إنه بحث مع لافروف وجهات حول المفاوضات النووية.